خلينا نكمل بقى الرسائل اللي جات لنا. في رسالة بتقول: أنا حلمت إن بنتي 13 سنة كانت راكبة سفينة وتحركت من المدرسة بتاعته أو بتاعتها، وأنا بجري عشان أركب معي، ولكن الباب قفل على إيدي بتاع السفينة وأنا في الخارج، وهي في الداخل السفينة لابسة لبس سهرة. بصي، هي الرؤية طبعا متكركبة تماما. الرؤية إذا لم تنطبق على الواقع فتندرج تحت الاحلام ده اللي النفسيه. احنا قلناه بالظبط، بس كده. طالما في حاجه مش واضحه، هي ازاي طالعه من مدرسه بسفينه وطفله صغيره لابسه سواري ازاي؟ فكل حاجه مش راكبه، فده يعتبر حلم كاذب او غير صادق. وبعدين اعتقد بما ان ايديها قفلت على السفينه دي، مش ماشيه في الميه، دي ماشيه في الارض بالظبط. طبعا كل الحلم متكركب، فلا مجال له من التفسير. طيب.